سيف تكفي له 5، يوسف 4. أمك شو تسوي؟ استني استني لا تلخبطيني، قاعدة أقسم النقط لأولادي عشان لا يتضاربون. مشكلة أعاني منها في رمضان، أولادي صغار ولسه ما وصل عمر الصيام، فاضطر أطبخ مرتين، بس اليوم قلت راح أسوي لهم نقت بدب مبتكر. هذا الدب مرة سهل، بس فيه مكونات: صلصة الطماطم بالكريمة وجبنة الموزاريلا. ما دام أنت سويتي حق الأطفال الغداء، أنا راح أسوي الفطور حق الكبار من نفس المكونات، راح أسوي نقت باستا بصلصة زبدة الليمون. راح آخذ صلصة الطماطم، بنحط الموزاريلا. زيدي زيدي زيدي. جنن. راح الحين نسوي وجبتنا السهلة والسريعة حق الفطور. راح ننزل صلصة زبدة الليمون، علشان نعزز طعم صلصة زبدة الليمون راح نحط فيها عصير الليمون قليل. آخر مكون اللي راح يعطي الأكل المقطع موزاريلا. وعليكم بالعافية.